السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. فاليوم إن شاء الله عندنا درس على les accents. فليز accents ce sont des signes placés sur les voyelles. دونك هاد les accents هما علامات اللي كيكونوا فوق من les voyelles. les voyelles تعرفنا عليهم اللي هما a e i o u. دونك هاد les accents كيكونوا فوق من هاد les voyelles. Ils sont au nombre de 3. Donc, il y a 3 accents. Les accents. L'accent loula, il y a l'accent aigu. L'accent aigu. Qu'est-ce qu'on a à chaque Donc, voilà, il y a une forme E. Donc, il y a dit que c'est ma accent aigu. Accent aigu. Quand on a tombé le forme, j'ai dit qu'il y a ça. Donc, il y a dit qu'il y a l'accent aigu. L'accent tanien, il y a l'accent grave. Donc, qu'est-ce qu'on a à chaque دونك هي هذه الفوق من او كتكون من الفوق هابطه لجهه اليمين دونك هذه هي لاكسون غراف دونك لاكسون ايغو كتكون غاديه جهه اليسار لاكسون غراف كتكون جهه اليمين ولاكسون الاخرى هي لاكسون سيركونفليكس دونك كتكون بحال شابو فوالا بحال واحد الشابو فوق من او دونك كتسمى لاكسون سيركونفليكس دونك عندي لاكسون ايغو لاكسون غراف لاكسون سيركونفليكس هادو هما لي 3 اكسون لي عندي في الفرونسي دونك لاكسون ايغو لاكسون غراف لاكسون سيركونفليكس الان غنمروا نتعرفوا على الاستعمالات نتاع لي زاكسون يعني متى نستعملوا لاكسون ايغو متى نستعملوا لاكسون غراف ومتى نستعملوا لاكسون سيركونفليكس وغنتعرفوا ايضا على متى لا نضع اي اكسون فوق او يعني كاين واحد الحالات اللي او كنطقوها ب اي ولكن ما كنوضعوش لاكسون فوق من او وغنشوفوا دي زيكزامبل او امثله باش تفهموا مزيان الاستعمالات نتاع لي زاكسون وفي نهايه الحصه غنقوم بانجاز اكزرسيس او تمرين باش تمرنوا مزيان على الاستعمالات نتاع لي زاكسون فبقاو معنا حتى نهايه الحصه الوغ عندنا لاكسون ايغو لاكسون ايغو كيف قلنا دواء الشكل نتاعها كتكون فوق من او بالنسبه لاكسون ايغو كتكون فقط فوق من او فقط ما كيكونش لي فويل الاخرين ما كتكونش فوق من ا او او يو نو فقط فوق من او وبالنسبه للنطق نتاعها فكنطقوها ب اي كتكون فيرمي اي داكور دونك كنطقوها ب اي امتى كنستعمل هاد لاكسون فاش كتكون عندي شي كلمه وكنسمع اي وكتكون على فان دو مو في اخر الكلمه دونك كنسمع اي في اخر الكلمه فكندير او اكسون ايغو بحال ليكزامبل دو شونتي شونتي اي شونتي فيريتي اي فيريتي داكور دونك ا لا فان دو مو ايضا دوفون ا او موي فينال دونك فاش كيكون عندي شي كلمه في الاخر نتاعها دو زو يعني جوج نتاع او الاولانيه كنديرو فيها او اكسون ايغو بحال جورني بحال بوبي داكور دونك فاش كيكون عندي دو زو E, l'oula, kandir fiha accent aigu. Donc, jour, né. Devant un E muet final. Fache kakoun yandi wahed E muet final. Had E mantqnahash. Hadi kat ma E muet final. Yani mantqnahash. Donc, dik li qbl minha, ou dik li qdam ha. Katkoun fiha accent aigu. D'accord? L'hala tsalta, à l'intérieur du mot. Fache kakoun fwasat le kalima. À l'intérieur du mot, la fin de la syllabe. بحال هنا عندي ميناج دونك هنا عندي 3 سيلاب سيلاب الاول هو مي سيلاب الثاني نا سيلاب الثالث ج مي نا ج دونك هنا عندي مي دونك سيلاب فوالا دونك هنا لا فان دو لا سيلاب هذا سيلاب لا فان تاعو هي او اكسون هاد او اكسون كندير لها لاكسون ايغو باسكو جاتني في لا فان دو لا سيلاب داكور عندي مي مي دونك هذه سيلاب بوحدها اخر حرف هاد السيلاب اللي هو او دونك كندير لها اكسون ايغو داكور دونك نعاود معكم لاكسون ايغو قلنا كتكون فقط فوق من او كنطقوها ب اي كتكون فيرمي اي كتكون في اول كلمه واخر الكلمه دونك كتكون في اول الكلمه واخر الكلمه كتكون قبل من او موي فينال فاش كتكون عندي شي كلمه فيها دو زو او الاخرانيه ما كتنطقش ديك اللي قبل منها او ديك اللي قدامها كنديروا ليها اكسون ايغو يعني او الاولى فيها اكسون ايغو و او الثانيه ما كنطقوهاش وكتكون ايضا في لا فان تاع لا سيلا فاش عندي شي سيلا بحال مي بحال ليكزامبل تاع ميناج دونك مي فهذا يعني سيلاب مي دونك اخر حرف هاد السيلاب اللي هو او فاش فتندير ليها اكسون ايغو داكور
الان مرو لاكسون غراف. لاكسون غراف كتكون فوق من او وفوق من ا وفوق من او، على عكس لاكسون ايغو اللي قلنا كتكون فقط فوق من او. لاكسون غراف كتكون فوق من او ا او، لي فوايل اللي هما او و ا او. بالنسبه لاكسون غراف كنطقوها على هذا الشكل اي اي، يعني اوفرت اي. داكور، قلنا لاكسون ايغو كتكون اي اي بحال هكا، ولاكسون غراف كنقولو اي اي كتكون اوفرت. بالنسبه لاكسون غراف فما كتكونش في اخر الكلمه نهائيا، يعني ما عمر ما كنلقاو اكسون غراف في اخر الكلمه، وايضا في اول كلمه ما كتكونش. بالنسبه للاو اكسون غراف ما كتكونش لا في اول كلمه لا في اخر الكلمه. داكور، الحالات اللي كتكون فيهم او اكسون غراف devant la syllabe contenant un e muet كتكون devant la syllabe devant la syllabe contenant un e muet. دونك هنا عندي دو سيلاب، السيلاب الاول هو p والسيلاب الثاني هو r per. دونك دو سيلاب، هاد السيلاب الثاني contenant un e muet، فيه واحد e muet اللي هي هاد e ما كنطقوهاش. دونك هاد e اللي جات قدام هاد السيلاب اللي فيه او ميي كندير ليها اكسون غراف. بير مير. داكور، دونك او اللي كيكون قدام هاد السيلاب فيه او ميي فينال، هاد او كندير ليها اكسون غراف. نتمنى يكون واضح لكم. دونك عندي كلمه بحال هكا، عندي امو بحال هكا فيه دو سيلاب، السيلاب الثاني فيه او ميي، دونك هاد او اللي قبل منه كندير ليها اكسون غراف بحال بير مير. داكور، الحاله الثانيه devant un s final non prononcé. دونك او اللي كتكون قدام s final non prononcé، هنا هاد s ما كنطقوهاش بحال بروسي بروسي دي. دونك هنا عندي s في الكلمه، هاد s ماشي نتاع البلوريال، لا s في الكلمه يعني نفس سينغولي في المفرد، يعني في الكلمه الاصليه. دونك او اللي قبل منها كندير ليها اكسون غراف بروسي، كنقراها ب اي بروسي، هاد اس ما كتنطقش هنا دي دي. داكور، دونك دوفون اس فينال نون برونونسي، كتكون قدام اس فينال نون برونونسي. هنا بالنسبه كي قالك اس اللي كتكون في اصل الكلمه ماشي اس لي بلوريال، حيت عندي بحال هنا دي بي بي، فعندي او فيها اكسون ايغو باسكو اس غير تاع البلوريال ماشي في اصل الكلمه. الاصل هو ان بيبي، داكور، هذا البلوريال هو دي بيبي، هنا دي بيبي، دونك هاد اس غير تاع البلوريال ماشي في اصل الكلمه. داكور، الحاله الثالثه سور لو ا دون ا، يعني فاش كتكون بحال هذا الشكل بحال دو سا دو سا، هنا يعني كتعني دو سو كوتي دو سا، من هذا الجانب فوالا. دونك هنا كنديرو لاكسون غراف في ا، ايضا لاكسون غراف كتكون في ا في دو سا او بيان في فوالا. لا ماشي لا نتاع لارتيكل ديفيني، نو هنا لا كتعني هنا. دونك ايضا كنديرو لاكسون غراف سور ا او او دون سيغتان مو بور ديستانغي لي مو زومونيم. دونك ديجا تعرفنا لا لي مو هوموني، فقلنا لي زوموني هما الكلمات اللي كيكونوا عندهم نفس النطق ولكن تيتكتبوا بطريقه مختلفه، تيتكتبوا على اشكال مختلفه. داكور، بحال هنا عندي ا و ا فيها اكسون، دونك هنا كنستعمل لاكسون غراف بور ديستانغي لي مو زوموني باش نفرق ما بين لي زوموني. داكور، فبالنسبه هنا ا فعندي ا هذه هي فيرب افوار، دونك هنا لو فيرب افوار مع ايل كيعطيني ايلا، دونك هي هاد ا. هنا الاخرى كتعني هادي بريبوزيسيون. داكور، دونك باش نفرق ما بين ال اللي هي نتاع الفيرب افوار وما بين بريبوزيسيون فكندير اكسون غراف سور لو ا. داكور، بالنسبه هنا عندي او فهنا ايضا اومونيم، دونك او هنا كتعني او بيان، يعني كتعني او، وهاد او اللي فيها وهاد او اللي فيها اكسون غراف سور او كتعني اين اين. داكور، هنا دي فهنا دي كنستعمل البلوريال، دي و لي كنستعملهم البلوريال. فمثلا عندي تنقول ان باتو في المفرد يعني في السنغولي، في الجمع او في البلوريال كنقول دي باتو، هي هاد دي. بالنسبه لدي اللي فيها اكسون غراف كتعني
من بحال دي ماتنون يعني من الان ديك من هي هاد دي اللي فيها اكسون غراف دونك نتمنى يكون واضح لكم بالنسبه لاكسون غراف لاكسون غراف كتكون سور او و سور ا و سور او دونك كتكون فهاد 3 فوايل كتكون فيهم لاكسون غراف بالنسبه لو اكسون غراف ما كتكونش هاد او اكسون غراف ما كتكونش في اول كلمه وما كتكونش في اخر الكلمه نهائيا بالنسبه لاكسون غراف النطق نتاعها كيتنطق على هاد الشكل تنقولوا اي اي يعني مفتوحه او اوفرت على عكس لاكسون ايغو اللي كتكون فيرمي كتكون كنقولوا اي ماشي بحال اي داكور دونك قلنا لاكسون غراف كتكون سور او يعني كتكون فوق من او دوفون لا سيلاب كونتونو ان او موي دونك فاش كتكون عندي كتكون قدام السيلاب اللي فيه او موي بحال ليكزامبل نتاع بير مير داكور كتكون دوفون اس فينال نون برونونسي كتكون قدام اس فينال اللي ما كنطقوهاش اس اللي كتكون في اصل الكلمه بحال هنا بروسي كنديرو او اكسون غراف بروسي دي فقلنا لاكسون غراف كتكون ايضا فوق من ا بحال دو سا فوالا etc. كتكون فوق من A, U, E إلا بين نفرق أو نديستنغي ما بين لي زومونيم بحال هنا عندي A, A, U, U, D, D الآن مرة نتعرفو على لاكسون سيركونفليكس لاكسون سيركونفليكس هو هاد الشابو اللي كيكون فوق من لي فوايل داكوغ بالنسبة لاكسون سيركونفليكس كتنطق بحال لاكسون غراف داكوغ كتكون حتى هي أوفرت بالنسبة لاكسون سيركونفليكس كتكون فوق من جميع لي فوايل كتكون فوق من E A, O, I, U داكوغ ما كتكونش غير فوق من Y دونك Y ما كتكونش فيها لاكسون سيركونفليكس لي فوايل الاخرين كاملين كتكون فيهم اكسون سيركونفليكس بالنسبه لهاد لاكسون الى انديك لا مارك دان اس ديسبارو دونك هاد لاكسون كتعبر ليا على واحد اس ديسبارو باش نعطيكم دي زيكزامبل باش تفهموا بحال هنا عندي باتير في الاصل كانت باستير كانت باستير و حيدنا هاد اس حيدناها وعوضناها بهاد الشابو او هاد لاكسون سيركونفليكس داكوغ ليكزامبل تاني اوبيتال فالكلمه اصلا كان اوسبيتال دونك زولنا هاد اس وعوضناها بهاد الشابو او هاد لاكسون سيركونفليكس داكوغ دونك هنا ما كاينش شي قاعده اللي كيخصكم تبعوها فهنا كاينه واحد لاستوس فبالنسبه للكلمه فرجعوها للاسبانيول وبيان لونغلي راه كتكون فيها واحد اس وفي الفرنسي كنحيدو ديك اس وكنديرو شابو وبيان كنديرو لاكسون سيركونفليكس بحال هنا هوسبيتال بلونغلي هوسبيتال في الفرنسي كنحيدو اس وكنعوضوها بسيركونفليكس داكوغ دونك هنا بالممارسه نتاع اللغه الفرنسيه وبالقراءه وبهذا فغتعرفوا على الكلمات اللي فيهم سيركونفليكس سور لي فوايل داكوغ دونك الان غنتعرفوا على امتى ما كنديروش لاكسون في او يعني الحالات اللي كنطقوا فيهم او ب اي دونك كتنطق ب اي ولكن ما كتكونش فيها اكسون دونك الحاله الاولى اون نو مي جامي داكسون سور ان او كي نو تيرمين با لا سيلاب فاش كيكون عندي شي سيلاب ما منتهيش ب او ما كنديروش فيها اكسون دونك بعباره اخرى Quand la lettre E se trouve avant une consonne finale prononcée. Voilà. بحال هنا faire. Donc هنا faire هذا syllabe. D'accord, syllabe. هذا syllabe ما منتهيش ب E. منتهي بconsonne prononcée. منتهي بconsonne. وهاد الconsonne تقنع. قلنا faire. Donc ما غاديش ندير accent E. Même si E تقنعها ب E. قلنا faire. ولكن ما غاديش ندير accent. هنا exemple تاني. شير شير هنا ايضا نطقنا او ب اي ولكن ما غاديش ندير فيها اكسون لانها ماشي هي الاخرى في السيلاب ولانه بعد منها واحد الكونسون اللي نطقناه اللي هو ار هنا ايضا شيف دونك نطقناها ب اي ولكن ما غاديش ندير لها لاكسون باسكو ماشي ما كينتهيش بها السيلاب وموراها واحد الكونسون اللي برونونسي اللي نطقناه اللي هو اف الحاله الثانيه اون نو مي با داكسون sur un e suivi de z il a عندي e تبعها z ما كنديروش فيها اكسون بحال هنا ني شي دونك الا كان e تبعها z ما كنديروش اكسون الحاله الثالثه on ne met pas d'accent sur un e devant r final dans les infinitifs دونك هنا فاش كيكون عندي شي فيرب في الانفينيتيف سورتو لي فيرب نتاع البروميير جروب كتكون لا تيرمينيزون تاعو فيها er دونك هاد او ار ما عمر ما كنديرو فيها اكسون هاد او اللي كتكون تابعها ار في لي فيرب ما عمر ما كنديرو فيها اكسون
Et les noms et les adjectifs en IER. Ou aïdan, les noms et les adjectifs, les flkharntaoum, IER, ma kendirouch accent fad E. D'accord? L'hala rabba, on ne met jamais d'accent sur le E lorsqu'il précède la lettre X. Il est indi E, qabel mal la lettre X, ma ammar ma katkon fiha accent. Ma katkonch fiha accent jamais, bhal exercice. Hinan tkna E, b E. A ولكن ما درناش اكسون لانه موراها اكس اكزامبل هنا نطقنا او ب اي ولكن ما درناش لاكسون باسكو جات موراها اكس يعني الا كانت او قبل من اكس ما عمر ما كتكون فيها لاكسون داكوغ الحاله الخامسه اون ني جامي داكسون سور لو او لورسكيل بريسيد دو كونسون ايدنتيك الا كانت او قبل من دو كونسون ايدنتيك يعني دوبل كونسون فاش يكون عندي شي حرف كونسون من زوج بحال هنا دو زيل بيان دو زام و بيان دو زار دونك او اللي كتكون قبل منهم ما كنديروش فيها لاكسون بحال هنا بال دونك نطقناها ب اي بي ولكن حين تبعها دو كونسون ايدنتيك جوست لي كونسون اللي بحال بحال فما كنديروش فيها لاكسون ليكزامبل الثاني افي افي هنا ايضا ما درناش لاكسون باسكو عندي دو كونسون ايدنتيك يعني جوست لي كونسون اللي بحال بحال On ne met jamais d'accent sur le E quand il se trouve devant deux consonnes et que la syllabe se coupe entre les deux consonnes. هنا ما كنديروش E نهائيا فاش كتكون E قدام deux consonnes هما عندي consonne R ou C donc devant deux consonnes et que la syllabe se coupe entre les deux. Ou فاش la syllabe كيقطع ليا ما بين هاد الزوج ما بين هاد لي دو كونسون دونك هنا عندي ميرسي ميرسي دونك لا سيلاب قطعت ليا في مير ميرسي هاد الكلمه فيها دو سيلاب اللي هما مير و سي فإلا عندي السيلاب تيقطع ليا ما بين دو كونسون ما بين هاد لي دو كونسون فهاد او ما كنديرش فيها لاكسون On ne met jamais d'accent sur le E lorsqu'il précède deux consonnes différentes dans la seconde ni R ni L. Donc, fash kikoun indi, wahed l'kelma, yak, ou E, qabel men deux consonnes différentes. Kikoun qabel men ha deux consonnes différentes. Bhal hnaya, écrire, yani E, jamouraha deux consonnes différentes. Fiha C ou fiha R. Yak? دون لا سكوند ني ار ني ال هاد الثاني هاد الكونسون الثاني هذا ما كيخصو يكون لا ار لا ال الا كان هاد الكونسون الثاني ار ولا ال فهاد او ما كتكونش فيها لاكسون مي اون بو كري هاد دو حالات استثنائيه ها هما دونك هاد الحالات الاستثنائيه اللي او قدامها دو كونسون والكونسون الثاني ار ولا ال او كتبنا او اكسون دونك هادو حالات استثنائيه اللي هما نيغر écrire éclairé donc هنايا e تبعها دو كونسون الكونسون الثاني هو ال ولكن درنا او اكسون كي قلت حيت هذه حاله استثنائيه داكوغ دونك باقي الحالات فاش كتكون او تبعينا دو كونسون داك الثاني فيهم ار ولا ال فما كنديروش لاكسون والحاله الاخيره اللي بقات هي on ne met jamais d'accent sur يعني ما كنديروش لاكسون في لي زارتيكل يعني في دي ou les donc هنا دي لي زارتيكل ما كنديروش فيهم لاكسون ميم سي كنقولوا دي ولكن ما كنديروش اكسون في او وحتى في لي كنقولوا لي ولكن ما كنديروش اكسون في لي زارتيكل دونك ما كتكونش اكسون في لي زارتيكل في لي بوسيسيف مي تي سي دونك ما كنديروش اكسون وفي لي ديتيرمينون ديمونستراتيف بحال سي دونك في هاد الحالات ما كنديروش لاكسون سور او داكوغ دونك يبان لكم هادشي شويه كثير ولكن راه بسيط وساهل ومع الممارسه غتعلموا امتى ما كنديروش لي زاكسون دونك ساهل لي زاكسون ما كنديروهمش اون نو مي جامي لاكسون ايغو غراف سور او كي نو تيرمين با لا سيلاب غرافيك دونك فاش ما كتكملش لينا او لا سيلاب ما كنديروش فيها لاكسون بحال فير شير ايتترا ما كنديروش اكسون اون نو مي جامي داكسون سور ان او سويفي دو زيد الا كانت او تبعها زيد ما كنديروش اكسون إلا كانت E قبل من X ما كنديروش أكسون إلا كانت E دوفون R فينال يعني بحال لي فيرب لي قلت نتا البرومي جروب لي كيكون فيهم ER ما كنديروش أكسون في لي زادجيكتيف لي فيهم إي أو R ما كنديروش أكسون داكوغ دونك راه بسيطة وسهلة وأيضا ما كنديروش أكسون سور E لورسكيل بريسيد دو كونسون إيدنتيك فاش كتكون قبل من دو كونسون إيدنتيك يعني جوج نتا لي كونسون لي بحال بحال ما كنديروش أكسون
بحال ليكزامبل نتاع بال. داكور، الان مره نشوفوا دي زيكزامبل او انتي لا باش تفهموا مزيان الاستعمالات نتاع لي زاكسون. دونك المثال الاول عندنا فيه بلي بلي، دونك هنا نطقنا بلي اي بلي، دونك درنا اكسون ايغو. بوركوا؟ باسكو سي لا فان دو مو. فاش كيكون عندنا لو سون اي في لا فان دو مو فكنديرو اكسون ايغو، اكسون ايغو. داكور، ليكزامبل الثاني كريم كريم، دونك هنا قلنا اي كريم، هنا درنا اكسون غراف. بوركوا؟ باسكو هنا عندي او دوفون لا سيلاب كونتونون ان او موي، يعني او جات قدام سيلاب اللي فيه او موي، ها هي او موي. داكور، دونك او قلنا الا كان تبعها سيلاب في او موي فكنديرو ليها لاكسون غراف. ليكزامبل 3 ايدي ايدي، دونك هنا درنا اكسون ايغو. بوركوا؟ باسكو او جات دوفون او موي فينال، جات قدام او موي فينال اللي هي هادي. دونك قلنا فاش يكونوا عندنا دو زو الاولانيه فيهم كنديروا فيها لاكسون ايغو. داكور، اكزامان اكزامان هنا ما درناش لاكسون. بوركوا؟ باسكو او بريسيد اكس، الا كانت او تبعها لا ليتر اكس ما كنديروش اكسون. داكور، ميم سي قلنا اي دونك اكزامان ولكن ماش نديرو لاكسون باسكو كاينه لا ليتر اكس مورا او. شانتي، دونك شانتي درنا لاكسون ايغو باسكو سي لا فان دو مو. داكور، لا فان دو مو كنديرو فيها لاكسون ايغو. تيت تيت هنا درنا لاكسون سيركونفليكس باسكو ديجا كانت عندي واحد اس وحيدنا ديك اس وعوضناها بلاكسون سيركونفليكس. دونك هاد التيت كتكتب هكا، كتكتب لاكسون سيركونفليكس سور لو او. فيرمي فيرمي، دونك هنا لما نضع اكسون سور او. بوركوا؟ باسكو او سو تروف دوفون دو كونسون اي كو لا سيلاب سو كوب اونتر لي دو كونسون. دونك هنا او، دونك هنا او جات قدام دو كونسون، ها هما ار و ام، ولا سيلاب هنا فين قطعات ليا فقلت فير مي، دونك هادي سيلاب وهذا سيلاب. دونك فير مي قلنا الى سيلاب قطعات ليا ما بين ار و ام، ما بين يعني هاد لو دو لي دو كونسون، فا او ما كنضعوش عليها اكسون. نتمنى يكون واضح لكم. ليكزامبل الاخير كونغري كونغري، دونك هنا كونغري وضعنا اكسون غراف سور لو او. Pourquoi? Parce que j'ai E devant un S final non prononcé. Donc, هاد الكلمة فيها S في الخير وما ديك S ما كنبقاش، فقبل منها كنوضعو لاكسون غراف سور E. كونغري. داكور؟ الآن غنقومو بإنجاز إكزرسيس أو تمرين باش تمرنو على الإستعمالات نتاع لي زاكسون. دونك، عندي هنا واحد الكلمات، كومبليت لي مو أفيك E أكسون إيغو، E أكسون غراف، E sans accent, E accent circonflexe. Donc, هذه الكلمات غتكملوهم يا اما ب E accent aigu, E accent grave, E sans accent ou bien E accent circonflexe. على حسب القواعد اللي تعرفنا عليهم. قفلوا الفيديو، قوموا بانجاز ليكزيرسيس ونرجعوا باش نصححوا. الان صححوا ليكزيرسيس. دونك الكلمه الاولى فيها levé levé، فهنا عندي E اخر الكلمه، دونك كنديرو فيها لاكسون ايغو ايغو. دائما في اخر الكلمه كتكون اكسون ايغو، او اكسون ايغو. فاخر الكلمه ما كتكونش فيه نهائيا لاكسون غراف ولا لاكسون سيركونفليكس نهائيا، فكتكون يا اما او سون اكسون او او اكسون ايغو. داكور، يعني في اخر الكلمه كتكون فقط لاكسون ايغو. دونك لو في كتكتب كوم سا بلاكسون ايغو. ليكزامبل الثاني pré pré، فهنا pré غتكون فيها accent grave. pourquoi؟ parce que عندنا واحد الاس final non prononcé، فقلنا الا كاينه اس final non prononcé قبل منها كتكون accent grave، e accent grave pré. d'accord. parler parler، فهنا غتكون e sans accent، فقلنا فاش كتكون er يعني لا terminaison فيها er فهاد او ما كنديروش فيها لاكسون بارلي. فلي فير دو برومي غروب كيكون فيهم او ار في لا تيرمينيزون، دونك هاد او ما كتكونش فيها لاكسون. داكور، بونتي
بونتي هنا ايضا او ما فيهاش لاكسون باسكو قلنا الا او بريسيد لا لتر زد ما كنديروش فيها لاكسون يعني الا كانت او قبل من لا لتر زد ما كنديروش فيها لاكسون فنتر فنتر هنا درنا او اكسون سيركونفليكس باسكو كانت ديجا واحد الاس الا ديسبارو دونك عوضناها بهذا السيركونفليكس داكور لوميير لوميير هنا درنا او اكسون غراف لانه او جات دوفون اون سيلاب كونتونون ان او موي دونك هنا كاينه هاد السيلاب لي هو ر وفي هاد او موي دونك هاد او ما نطقناهاش سي بوركوا درنا هنايا او اكسون غراف دونك لوميير الاستيك الاستيك هنا عندي او اكسون ايغو لانه قلنا في بدايه الكلمه دائما كتكون اكسون ايغو دونك اكسون ايغو دائما في بدايه الكلمه سياج سياج فهنا درنا اكسون غراف سور لو او باسكو هنا جات او devant une syllabe contenant e muet donc هنا جات e devant syllabe contenant un e muet اللي هو هذا دونك هنا كنديروا لاكسون غراف سور لو او اخر كلمه اللي هي élève élève donc e الاولى فهي sûrement غتكون فيها accent aigu لان قلنا في اول كلمه كتكون l'accent aigu donc élève donc هنا accent غتكون فيها e accent grave لانه e جات قدام سيلاب اللي فيه e muet فنتمنى كل شيء يكون واضح لكم وبهذا كنوصلوا لنهايه الحصه تعرفنا في هذه الحصه على لي زاكسون دونك نتمنى يكون كل شيء واضح لكم فهمتوا الاستعمالات نتاع لي زاكسون بالنسبه اللي باقي ما فهمش مزيان يعاود الدرس مره اخرى ان شاء الله غيفهم وكيف العاده شاركوا الدرس مع اصدقائكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائده ونتلاقاو في الدرس المقبل ان شاء الله.